في العام 2006 انجرف قارب صيادين إلى جزيرة سنتينل إحدى الجزر الهندية، فشاهدهم قاطني الجزيرة وأسرعوا نحوهم، لكن ليس لمساعدتهم بل لقتلهم. فمنذ آلاف السنين تعيش قبيلة متوحشة في تلك الجزيرة، وهي قبيلة السنتلينز، ولا تقبل تلك القبيلة الغرباء أبداً في جزيرتها، فيعيشون معزولين تماماً عن المجتمعات الخارجية، فحتى الطائرات التي تطير فوقهم تتلقى السهام منهم. لذا قامت الحكومة الهندية بمنع أي أحد من زيارة المكان. جزيرة القتلة تلك ليست المكان الوحيد الذي لا يجرؤ البشر على الاقتراب منه، فهنالك العديد من الأماكن المرعبة الأخرى التي تشبهها، تعرف عليها في هذا الفيديو. مكان تحكمه الدببة والنمور. في مجمع الغابات الشمالية في ميانمار على المنحدرات الشرقية لجبال الهيمالايا تقع غابات شاسعة لم يكتشفها البشر، حتى أن العلماء لا يعلمون الكائنات التي تعيش فيها على وجه الدقة. لا عجب في ذلك، فمن يجرؤ على الاقتراب من مكان يزيد ارتفاعه عن 5000 متر وفيه أكبر عدد من النمور في العالم، بالإضافة للدببة والعديد من الحيوانات المفترسة الأخرى. جزيرة الأفاعي، البرازيل. جزيرة تحوي عدداً هائلاً لبعض أكثر أنواع الثعابين فتكاً في العالم، لدرجة وجود ثعبان سام في كل متر من الجزيرة، ولا تسمح الحكومة البرازيلية بزيارة تلك الجزيرة، ولم يقم أحد بزيارتها إلا بعض المختصين وبوجود طبيب مختص معهم. مدينة نووية، أوكرانيا. على عكس المناطق المعزولة التي قمنا بذكرها، كان هذا المكان مدينة تعج بالحياة، لكن في العام 1986 حصل انفجار في مفاعل نووي قرب مدينة تشيرنوبيل، وأدى ذلك لتسرب إشاعات نووية مميتة، فهرب السكان من المكان ولم يجرؤ أحد على العودة إليه. ويقدر العلماء أن المنطقة لن تكون صالحة للسكن إلا بعد 20,000 عام. المنطقة 51، أمريكا. منطقة في وسط صحراء نيفادا في أمريكا، لم تعترف حكومة الولايات المتحدة بوجودها حتى عام 1992. كانت مصدراً للكثير من الحوادث الغامضة، كاختفاء الطائرات التي تطير بالقرب منها بظروف غامضة. تبين لاحقاً أن في المنطقة قاعدة عسكرية، لم يكشف المسؤولون حتى الآن عن نوع البحث الجاري فيها، رغم ادعاء مؤيدي نظرية المؤامرة وجود دراسة نشاط غريب هناك. لم يتمكن أحد من الاقتراب من المكان لأنه محاط بصحراء شاسعة، كما أن المنطقة شديدة الحراسة، وحتى من يعلمون بها لا يدخلونها إلا على متن طائرات خاصة. هل تعرف أماكن أخرى يحظر على البشر الاقتراب منها؟